اهلا بيكم من جديد، ووصلنا لفقره سهم قوس اخر فقرات برنامجنا. وطبعا معانا ومنورنا النهارده ضيفنا المحلل الرياضي محمد علاء عبد اللطيف، علشان نتكلم معاه اكيد عن حاجات كتير قوي بتخص منتخبنا المصري وكمان عن نادي الزمالك. برحب بيكم، منورني النهارده في نهارك ابيض. اهلا بيكي. اهلا بيكي. يعني اكيد في البدايه لازم هسالك عن رايك في اختيارات المدرب طبعا روي فيتوريا في قائمه منتخبنا الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عموما كلنا ممكن نختلف، طبيعي جدا، ما فيش مدرب في الدنيا هيقدر ياخد الاختيارات اللي احنا كلنا عايزينها. ممكن كلنا اكتر من يعني كلنا كاراء هنكون مختلفين عن بعض. في فلان ممكن يقول انا عايز اللاعب الفلاني يكون موجود، لا انا عايز اللاعب كذا يكون موجود. فما فيش مدرب في الدنيا هيختار قائمه الكل هيتفق عليها، لازم يكون في دايما اختلافات. اكيد من وجهه نظري الشخصيه انا ممكن اكون كمحمد مثلا، انا عايز مجموعه لعيبه معينه يكونوا موجودين، بس طبعا اللعيبه دي مش هتكون موجوده. المدرب في النهايه هو هيختار اللعيبه دي لسبب محدد، هو شايف ان اللعيبه دي هي المتناسبه مع افكاره. هو حتى اتكلم في الموضوع ده في تصريحاته، قال انا واخد المجموعه دي لانها بتنفذ شيء معين انا عايزه، هي وجهات نظر فنيه، دي مجموعه انا بثق فيها، حتى لو في بعض اللاعبين فيهم ممكن الكيرف بتاعهم نازل شويه، ممكن يكونوا مش بنفس البريق بتاعهم زي الاول، لكن هو اختارهم لانهم موثق فيهم 100%. هو شاف اللعيبه دي لعبوا معاه كذا توقف دولي قبل كده، فهو شايف ان اللعيبه دي متناسبه تماما مع اللي هو عايز يقدمه في الملعب. مظبوط. واحنا شفنا الحقيقه انتقادات كتير قوي من الجمهور على القايمه، وان هم كانوا عايزين ناس معينه ما لقوهمش، او العكس ما كانوش عايزين ناس في القايمه وبعدين لقوا الناس دي موجوده. ولكن احنا في الاول وفي الاخر بنقول ده قرار المدرب وده اللي هو هيتحاسب عليه بعدين. بالظبط. فيعني مش طبيعي ابدا ان المدرب هيمشي على اراء الجمهور كله، لان اصلا ما فيش اثنين بيتفقوا على نفس الناس يعني. فاحنا عندنا مشكله هنا في مصر كبيره جدا، ان احنا لو مثلا مدرب تمسك ببعض اللاعبين يكونوا موجودين معاه حتى لو مستوياتهم واقعه، او بالنسبه للجمهور مستوياتهم متراجعه شويه، فاحنا بنمشي دايما بمبدا اصله بيحب ويكره. مظبوط. فما فيش بره حاجه اسمها بيحب ويكره، هو المبدا ده موجود عندنا في مصر، احنا عاطفيين شويه، لكن احنا ما عندناش مبدا اصل مدرب يحب مدرب يكره، الكلام ده مش موجود بره. مستر روي فيتوريا او مدرسه البرتغاليه بشكل عام مدرسه طاف جدا، ما بيهتموش بالحب او الكراهيه، لكن بيهتم بان هو في لعيبه معينه لعبوا معايا قبل كده، يعني انا بثق فيهم، دول يعني زي ما نقول كده بلغتنا دول رجالتي. مزبوط. انا بثق فيهم، دول حرس بتوعي، انا عارف ان هم لما ينزلوا الملعب هيقدموا الدور اللي انا عايزه، فاللعيبه دي انا هيكونوا موجودين معايا في اغلب الاوقات. هل ده بيجي على مبدا الاستحقاقيه؟ مش دايما يعني. ده في حالات قليله جدا، الا لو ظهر لاعب ممكن يقدم مستويات اقوى بكتير بالشكل اللي انا عايزه يكون متناسب مع الاستراتيجي بتاعتي، ساعتها انا ممكن اتخلى عن الحرس بتوعي وادخل اللعيبه دي مكانهم، لكن ما ظهرش وهو الراجل شايف ده من وجهه نظره، فبناء عليه هو تمسك بالمجموعه دي ايا كان مهما كانت الانتقادات. دي حاجه. الحاجه الثانيه، في ناس كانت بتقول ان هو بيملى عليه الاختيارات او يتقال له او يتضغط عليه، لا لازم تاخد اللاعب ده او اللاعب ده. في المدرسه البرتغاليه بالذات يعني انا مش هتكلم ان الموضوع ده اصلا مستحيل بالنسبه لمدرب اجنبي، المدرب الاجنبي لو حد حاول يفرض عليه شيء هيقول سلام عليكم وهمشي على طول مش هيكمل، لكن بالنسبه للمدرسه البرتغاليه بالذات مفيش الكلام ده خالص. انا لا، ده انا اخترت ده، اللي مش عاجبه براحتكم. وده احنا شفناه قبل كده مع مستر كارلوس كيروش، كان نفس القصه، كان مستر كارلوس كيروش كمان كان طاف شويه مع الميديا، اللي هو ما حدش يناقشني، انا دي اختياراتي وانا دول مقتنع بيهم. مستر فيتوريا يمكن عنده نوع من انواع المنطق شويه، لا انا هتناقش معاكم واقول لكم انا اخترت ده عشان كذا واخترت ده عشان كذا. فما فيش حاجه اسمها انا بختار اللعيبه عشان بيملى عليا، او بختار اللعيبه لاني بحبه واكره، لا انا ده مقتنع بيه وشايف ان هو مناسب ليا وانا اتحمل مسؤوليته في النهايه، ولو ما حدش يعني مقتنع باختياراتي ما كناش جبنا مدرب اجنبي من البدايه. مظبوط. طب هل من وجهه نظرك الشخصيه الاختيارات دي منطقيه ولا لا؟ ما هو المنطقية دي برضو يعني هي كلمة برضو نسبية إلى حد كبير، لأن أنا ممكن أقول بالنسبة لي أنا كمحمد مش منطقية. ماشي. بالنسبة لأي حد مش منطقية، مثلا بالنسبة لمستر فيتوريا نفسها هي منطقية. منطقية؟ أنا حاطط هيكل معين مثلا أو أدوار معينة لكل لاعب، انا شايف كفيتوريا ان اللعيبه دي هتعملها، المجموعه دي هتنفذها بالحرف. لاي حد تاني لا يا عم، كان ممكن تاخد اللاعب كذا هيعملها لك احسن، كان ممكن اللاعب كذا هيعملها لك احسن. بس في نقطه تايهه عن الناس كلها، احنا مش في الكواليس، ولا احنا بنحضر التمرين، ولا احنا بنشوف اللعيبه دي في كل توقف دولي طبعا، ولا احنا عارفين هما بيقدموا ايه في التمرين. انا ما عنديش فكره، لكن مستر فوي فيتوريا عنده فكره، هو بيتفرج، هو شايف، هو معاه مساعدين كمان بيقولوا له احنا شايفين 1 2 3 4، فهو عنده اراء وعنده خلفيه اوسع بكتير. مش واصله للجمهور بشكل كامل. الجمهور بطبيعه الحال كده كده لازم هيقول رايه، وبطبيعه الحال هيقول رايه من خلال الارضيه اللي هو واقف عليها. مزبوط. لكن مستر روي فيتوريا واقف على ارضيه اوسع بكتير. اكيد. ومعاه طبعا كل الاختيارات زي ما قلنا على الترابيزه، هو عارف يختار مين الانسب للمركز ده في الوقت ده بالتدريبات المعينه اللي محطوطه ليهم. يعني زي ما احنا قلنا احنا
الجمهور او احنا كجمهور لنادي الزمالك ما عندناش الصوره الكامله بالزبط. للموضوع، فعشان كده في انتقادات كتير ممكن نقول عليها يعني ماشي ممكن وجهه نظر جمهور، ولكن برضو في الاول وفي الاخر المدرب بيكون يعني هو اللي عارف مين انسب لايه. بالظبط مظبوط. لكن طيب لو هتكلم برضو معاك يعني عن وجهه نظرك برضو الشخصيه، شايف مين من اللعيبه اللي كانت تستحق ان هي تكون موجوده في القائمه؟ هو انا كنت طبعا في لعيبه كنت اتمنى تكون موجوده، يعني اولها طبعا انا كان نفسي الونش يكون موجود، بس دي حاجه كانت صعبه جدا في الحدوث، لان طبعا الونش كان لسه راجع من اصابه وما لحقش يشارك مع المنتخب. طبعا دي انا مش هقدر الوم عليها الجهاز الفني للمنتخب، لان انا مش هخاطر بلاعب ما احتكش لسه بمباريات، يعني على الاقل. ولكن اكيد كان هيفرق معانا فعلا. بالظبط. هو كان مدخله على فكره في الفيرست ليست بتاعه المنتخب، وقال انا كان ممكن ادخله معايا لو كان شارك على الاقل في الثلاث مباريات الاخيره مع الزمالك، بس هو ما شاركش. دي وجهه نظر الجهاز الفني للزمالك، شايفينه مثلا مش جاهز لسه فما اشتركش. كان نفسي طبعا يكون محمد عواد موجود، محمد عواد ظهر بشكل كويس مؤخرا طبعا مع نادي الزمالك، بس ده ما حصلش. اختار محمد صبحي لانه بيثق فيه اكتر، وهو عنده وجهه نظر ان هو عايز يكون عنده لاعب صغير السن على الاقل في كل مركز، ده كنوع من انواع التجهيز لكاس العالم 2026 ده هو اتكلم فيها قبل كده. مزبوط. قال انا عايز لاعب صغير في كل مركز، فهو عنده محمد الشناوي، عنده محمد ابو جبل، عنده احمد الشناوي، كلهم حراس فوق ال 30، لكن عنده محمد صبحي، محمد عشان صبحي هو الحارس الصغير. فهو وقف على دي، هو كان ممكن ياخد محمد عواد عادي، بس دي القناعات. انا برضو يعني كان ممكن نقول يعني هو دي ممكن اغلبيه الاختيارات، هو برضو ما بعيدش قوي عن اللي الجمهور كان عايزه، الجمهور برضو بيطلب اختيارات تانية، بس هي برضو مش بعيده قوي عن اللي هو اختاره. مظبوط. طب ورايك ايه كان في اختيار مهند لاشين بدل من احمد كوكا المصاب؟ طبعا هو كان الناس بتطالب بسام مرسي كمان بدل مهند لاشين، بس هو مهند لاشين في نقطه الناس برضو ممكن ما خدتش بالها منها، الراجل لعب قبل كده امم افريقيا، عنده خبره سابقه امم افريقيا، لعب مع كارلوس كيروش، يعني المدرسه البرتغاليه برضو، هو مش بعيد قوي عن نفس الفكر. شارك قبل كده مع روي فيتوريا في احد المعسكرات السابقه، فروي فيتوريا عارف مين هو مهند لاشين، واشترك معاه قبل كده في بعض المباريات، فدي نقطه. النقطه الثانيه مهند لاشين كلاعب، يعني مش عايزين برضو ننسى هو لاعب من افضل اللاعبين في مركزه داخل مصر، وهو برضو يعني هو مش رايح برضو يلعب اساسي، يعني هو رايح كمان كباكب. احنا عندنا محمد النني وفي مروان عطيه، دي لعيبه مثلا هتلعب اساسيه في مركزها، في حمدي فتحي، ممكن مهند لاشين هيجي دوره بعد دول كلهم. فالناس برضو مسكت في النقطه دي قوي، لكن انا شايف ان هو اختيار كويس جدا وما بعدش كتير عن اللي هو عايزه، او هو عن اختياراته اللي هو مختارها، برضو هو نفس البروفايل او نفس الاتجاه بتاعه. مظبوط، دي حقيقه. ولكن في برضو اراء كتير كانت بتتكلم عن انه كانوا عايزين دونجا يكون ضمن القائمه. انت شايف ان الاراء دي على حق، ولا شايف انه لا هي دونجا اكيد لاعب كويس ويحترم ولكن مش مناسب دلوقتي مثلا للقائمه؟ نبيل عماد دونجا مؤخرا ظهر بمستويات كويسه وتطور اكتر من الاول، لكن هو يعني برضو دونجا عشان نقول نكون صراحة هو لسه ما وصلش للمستوى الاعلى بتاعه، لسه ما وصلش لل 100% بتاعته اللي احنا كنا شفناها مع بيراميدز، اجزاء منها عليه واجزاء منها مش عليه. طبعا هو لسه محتاج برضو بعض التدعيم، بعض الـ 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 الثقه، محتاج برضو مدير فني يكون واقف في ظهره بشكل اكبر. دي ان شاء الله لما يكون معاه مدير فني اجنبي، استاذ كابتن معتمد عمل معاه دور كبير جدا في الفتره اللي فاتت، فهو عايز كمان مدير فني بقى اجنبي يساعده اكتر ان هو يوصل لمستويات هو ما وصلهاش قبل كده. مزبوط. دي هتساعده بعدين ان هو يبقى موجود في التجمعات الجايه لمنتخب مصر، ولسه قدامه المشوار طويل، يقدر يكون في تجمعات قادمه ان شاء الله، لكن الفتره الحاليه ممكن نقول ان في ناس احق منه بالوجود. مظبوط. طيب احنا اتكلمنا عن الونش واتكلمنا عن اهميته في المنتخب واهميته في نادي الزمالك، يعني الونش طبعا ما فيش اثنين ممكن يختلفوا عليه. في رايك لو هو كان شارك حتى لو خمس دقائق في اي مباراه كان ممكن يتغير القرار ان هو يكون ضمن القائمه؟ بالظبط، ده قطعا. ليه؟ لان الراجل راجع من اصابه طويله جدا، اصابه طويله جدا وما اشتركش في ولا مباراه. فوجئنا يوم مستر فيتوريا اعلن القائمه الاوليه اسمه موجود، يعني هو بيثق فيه جدا، وهو بس منتظر جهاز الفني نادي الزمالك يشركه ولو فتره وجيزه جدا يطمن ان هو جاهز. لو كان اشترك انا كنت متاكد ان هو هيكون موجود، لكن هو طبعا الجهاز الفني للمنتخب مصر بقياده مستر فيتوريا اكيد لما شاف ان الونش لم يشترك نهائيا بالكاد، يعني كان موجود على دكه البدلاء بس، فطبعا دي كانت رساله ان هو لا لسه مش جاهز، ودي مخاطره ان انا ادخله معايا بطوله زي دي، خصوصا ان احنا عارفين بطوله امم افريقيا اصبحت بطوله طويله شويه، البطوله كانت في الاول 16 فرقه، دلوقتي عدد اكبر، بنلعب ادوار اكتر، بنلعب ماتشات اكتر، ف
فوارد ان انا في اي لحظه اخسر مدافع فاضطر اشرك مدافع، فلو المدافع ده مش جاهز هتكون مشكله كبيره، ممكن الونش تلاحقه الاصابه مره ثانيه، فدي مخاطره كبيره جدا. فانا مش هستفيد حاجه لو الونش لعب معايا دلوقتي واصيب. دي حقيقة. فدي كانت المشكله او العقبه اللي وقفت قدامنا. يعني احنا اكيد متضايقين ان الونش مش هيكون ضمن القائمه، ولكن احنا شايفين ان ده برضه في الاول وفي الاخر هو انسب للمنتخب وانسب للاعب طبعا، لانه يعني لو احنا فعلا عرضناه لاصابه ثانيه هتكون خساره لكل الاطراف، يعني بالزبط. هيبقى في مشكله كبيره لكل الاطراف بالظبط. ولكن لو هكلمك برضه على ضم ياسر ابراهيم، شايف ان هو ضمه بدلا من اسامه جلال، شايف ان دي كان قرار متوقع من وجهه نظرك ولا يعني استغربته؟ ياسر ابراهيم كان عامل مستوى كويس مع فريقه مؤخرا، سواء في كاس العالم للانديه او في بطوله السوبر المصري ظهر بمستوى كويس، فكان دايما برضو في الناس اللي هي محطوطه في القائمه الاوليه. طبعا هو كانت في مطالبات كتير على السوشيال ميديا ان هو يروح، هو كان يستحق ده، لكن مستر روي فيتوريا لما اتكلم في الاول قبل استدعائه اللي هو مستبعده، هو ما قالش ان هو لاعب مثلا مش يستحق او حاجه زي كده، قال انا كنت مختار اللعيبه المعينين الموجودين عندي في خط الدفاع لاسباب تخص اسباب فنيه مش اكتر، ان هم انا شايفهم متناسبين اكتر معايا. لما اصيب اسامه جلال هو كان الاختيار الاول، ده دليل على انه يستحق ان هو يكون موجود، لكن يعني انا كان عندي لاعبين يستحقوا اكتر من وجهه نظري، ولما اصيب احدهم كان ياسر ابراهيم هو الاقدر بالاستدعاء. فانا شايف ان هو اختيار موفق، كان اختيار موفق ومتوقع متوقع من وجهه طبعا نظرك. طيب لو عايزينك بقى تكلمنا بشكل عام عن مجموعه مصر، كلمنا اكتر عن المجموعه وكلمنا عن رايك ايه في المجموعه بتاعتنا. انا شايف ان مجموعتنا يعني انا مش شايف ان هي صعبه نهائيا. احنا ظهرنا بمستوى كويس مؤخرا، قدمنا مستويات كويسه في كل المباريات اللي لعبنا فيها في التوقفات الدوليه السابقه، يمكن ماتش تونس بس اللي الناس قلقت منه شويه، لكن احنا مقدمين مستويات كويسه، بنظهر بشكل كويس. المنتخبات اللي هي الصف الثاني او الثالث مفيش قلق منها لما نلعب بالشراسه المعتاده، نظهر شخصيتنا الكامله قدامها، انا مش شايف ان احنا نواجه اي مشكله معاها خالص. المشكله كلها تعود او المباراه الاصعب تعود هي المنتخب الغاني، هي اصعب مباراه. ليه؟ لان احنا امام منافس مش سهل، منافس عنده لاعبين مميزين اشهرهم طبعا محمد قدوس لاعب ويست هام، لاعب ممتاز جدا جدا وفورمه ممتازه مؤخرا، عندهم كمان سيمينيو لاعب بورنموث لاعب ممتاز جدا مؤخرا. دي المباراه اللي هي ممكن تكون مباراه صعبه شويه، لكن احنا لو ظهرنا بمستوانا كمجموعه، لان البطوله في الاول والاخر هي مش مجرد افراد، في منتخبات كتير جدا في البطوله عندها سكوادات جباره، لكن الظهور كمجموعه هو اللي بيفرق، وده اللي خلانا نظهر اللي خلانا نوصل لنهائي اخر نسخه. فاحنا اذا قدرنا نظهر كمجموعه قويه جدا انا شايف ان احنا نقدر ننتصر على غانا ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. طيب عايزه بقى منك تحليل بسيط كده، او يعني تحليل لكل فرقه داخل مجموعه مصر. يعني بدايه لو اتكلمنا عن منتخب غانا، انا شايف ان منتخب غانا هو طبعا احنا قلنا هو الاصعب، سكواده ممتاز، فيه لعيبه اكتر من لاعب مميز، اتكلمنا عن قدوس، اتكلمنا عن سيمينيو لاعب ممتاز جدا برضو. طبعا هم عندهم مشكله بسيطه ان هم استبعدوا توماس بارتي، ده كان لاعب اساسي مهم جدا عندهم في فرقه ارسنال، طبعا استبعاده اثر بشكل كبير جدا على قوة المنتخب وعلى خط النص عندهم، كانوا هيظهروا بشكل أقوى بكتير، فده فرق معاهم بشكل كبير جدا. طبعا احنا عندنا مين تاني في المجموعة عشان أنا القرعة ما رجعت لهاش؟ يعني عندنا كمان عندنا في مجموعتنا المغرب، وعندنا كوت ديفوار، عندنا في مباريات كتير صعبة، عندنا يعني مباريات كتير قوي داخلين عليها مش هتكون أسهل حاجة بالنسبة بالزبط. لمنتخب ده بالنسبة للمنافسين كوت ديفوار عندنا منتخب صعب جدا، طبعا هم المستضيفين للبطولة، عندهم مجموعة قوية جدا، مدربهم يعني هم عاملين استقرار فني كبير جدا الفترة الأخيرة، مدربهم بوميل باتريس بوميل موجود معاهم من النسخة الماضية، ما تمش استبعاده لسه مكمل معاهم، ده دليل على انهم واثقين جدا فيه، ودي حاجه غريبه عليهم بالمناسبه لان هم منتخب كوت ديفوار كان معروف عنهم ان هم بيغيروا مدرب كل فتره. مظبوط. لكن استمرار المدرب باتريس بومن معاهم ده دليل على انهم عندهم استقرار فني كبير جدا، عندهم مجموعه قويه جدا يمكن باستثناء عدم استدعاء زها، عندهم لعيبه ثانيه ممتازه، سباستيان هالر، فرانكي سيه، لعيبه كلها ممتازه جدا وقايمه قويه، فهم طبعا مرشحين اوائل جنب المغرب، المغرب طبعا رابع المونديال
فرقة قوية جدا وظهرت بمستويات قوية جدا في المونديال، مش معروف هل هيقدروا يقدموا نفس المستويات دي في الأجواء الأفريقية ولا لا، مظبوط. لكن برضو لازالوا منافس قوي جدا، ولو ظهروا بنفس الشكل اللي شفناه في مونديال قطر لا هيكونوا منافس مباشر وأساسي على كأس الأمم. أنا متأكد انهم ممكن يوصلوا فاينال عادي. السنغال برضو لازال منافس قوي موجود في الصورة، لكن احنا عندنا مشكلة ان اللعيبة اللي هناك يعني معدل اعمارها اعلى شوية، فده ممكن يكون مؤثر شوية على انتاجيتهم الفترة الاخيرة. مظبوط. ولكن احنا كمان لو هنرجع تاني لمجموعتنا، احنا عندنا في المجموعة عندنا موزمبيق وعندنا كاب فيردي بالزبط. وعندنا كمان اثيوبيا بالظبط، غانا، انا اسفة غانا. فاحنا اتكلمنا عن غانا وكلمنا عن ظروف غانا وان هم اكيد منافس هيكون قوي جدا، ولكن لو هنتكلم بقى على موزمبيق وفيردي، كاب فيردي. هو دي كانت المشكله، كاب فيردي وموزمبيق. كاب فيردي طبعا منتخب من المنتخبات الصاعده في امم افريقيا، في افريقيا بشكل عام، يمكن لما الكوره بدات تتطور في افريقيا بشكل عام كانت من المنتخبات اللي ظهرت على الساحه مؤخرا هي كاب فيردي، من المنتخبات اللي بدات تهتم بالتاسيس وعملت اكاديميات كتير جدا، وعندهم اكاديميات بتودي اللعيبه بشكل مباشر على البرتغال. فطبعا هي فريق ممكن نقول عليه مش فريق سهل ومش فريق صعب، لكن هم فريق مثابر شجاع، يقدموا كرة كويسة، عندهم لعيبة مهارية، لعيبة أصحاب سرعات، لكن على المستوى الجماعي يعني مش فريق يخوف، احنا نقدر نتعامل معاه، نقدر نقدم عليه مستويات كويسة. موزمبيق احنا سبق قبل كده قابلناهم في أمم أفريقيا تقريبا 2010، طبعا هم كانوا زي ما نقول كده كانوا تذكرة الحظ بالنسبة لنا لما كسبناهم، كسبنا البطولة في النهاية. فان شاء الله انا شايف ان احنا نقدر نتفوق عليهم بسهوله، مش شايف ان هم اقوى منتخب، بالعكس يعني انا شايفهم هم تقريبا الاضعف في المجموعه، فنقدر ان شاء الله نتفوق عليهم يا رب ان شاء الله. طيب يعني لو هنتكلم بقى على منتخبنا احنا، مين اللي انت متوقع ان هو ممكن يكون هيتالق بشكل كبير مع المنتخب في البطوله دي؟ لا هو في لعيبه كتير، يعني في لعيبه كتير انا متوقع تالقها، طبعا بدايه بنجمنا محمد صلاح. يعني دي انا شايف ان الفورمه مؤخرا، فورمه السنه دي في الدوري الانجليزي، صلاح هو افضل لاعب في الدوري الانجليزي، الاعلى كمساهمه تقريبا، هو الهداف بجانب هالاند، الاعلى كصناعه فرص محققه، الاعلى كاسيست، فدي تقريبا واحده من افضل مواسمه من سنوات كتيره جدا، فانا متاكد ان صلاح هيستغل الفورمه دي لان البطوله دي بالنسبه له. صلاح كمان في الدوري الانجليزي 14 هدف و8 اسيست بالظبط، يعني اكيد رقم مميز جدا بالظبط. فهو هيستغل الفورمه دي بقدر الامكان، لان البطوله دي هتكون مهمه جدا، دي اللي ناقصاه في مسيرته تقريبا. فهو هيستغل البطوله دي بقوه. طبعا انا بالنسبه لي شايف زيزو هيكون لاعب مؤثر جدا جدا في البطوله، هيظهر معانا بشكل مميز. عمر مرموش ظهر بشكل مميز جدا مع فرانكفورت السنه دي، انا متاكد ان هو هيظهر بشكل كويس جدا في البطوله وهيستغل ده السنه دي برضو. عندنا مصطفى محمد مقدم مستوى كويس جدا السنه دي مع نانت، يمكن الكيرف نزل شويه في اخر كام جوله، لكن انا متاكد ان البطوله دي هتكون فرصته ان هو يستعيد بريقه من اول وجديد. عندنا برضو ممكن لعيبه زي محمد النني ممكن يحيي مسيرته من اول وجديد، لانه بقى له فتره بعيد عن المشاركه، بطولات امم افريقيا بتساعده ان هو يقدم مستويات كويسه، فدي من اللعيبه اللي انا شايف انها ترجع. كمان احمد فتوح اللي بدا يرجع للمشاركه من اول وجديد، جدد عقده مؤخرا مع الزمالك، ده هيعمل له ممكن حاله من التركيز، يركز اكتر، يحاول يثبت نفسه من اول وجديد، دي كلها حاجات هتساعد اللعيبه دي انها تقدم مستويات كويسه ان شاء الله. اكيد ان شاء الله بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق، ويعني واثقين في ادائهم بشكل كبير جدا. ولكن لو هنتكلم بقى على المجموعات، شايف مين من كل مجموعه ممكن يصعد؟ طبعا انا برشح منتخب المغرب، تقريبا منتخب المغرب مجموعته هي الاسهل او هي الافضل، هيصعد بكل اريحيه. منتخب الجزائر ممكن يتعب شويه، بس انا برضو مش شايف ان منتخب الجزائر هيواجه اي صعوبات، هنشوفه في دور الادوار الاقصائيه. كذلك منتخب تونس، منتخب تونس ممكن يكون كافراد مش زي الاول، لكن كمجموعه هم ممتازين مؤخرا وبيظهروا بشكل مميز جدا، هنشوفهم في الادوار الاقصائيه. منتخبات السنغال، الكاميرون، كوت ديفوار، دي منتخبات هنشوفها كلها برضو في الادوار. لازم الناس تكون عارفه ان البطوله دي بتبدا من الاقصائيات، يعني هي ادوار المجموعات ما بتكونش صعبه قوي، كل المنتخبات بتقدر توصل عادي وبتتأهل عادي سواء اول او تاني. مظبوط طبعا. طب لو اتكلمنا عن المنتخبات بشكل كامل، مين تفتكر المنتخب اللي هيكون الحصان الاسود للبطوله دي؟ في منتخبات تكون حصان اسود للبطوله دي كتير طبعا، في منتخبات، بس انا مش شايف ان البطوله دي هيكون فيها مفاجآت قد النسخه الماضيه. النسخه الماضيه كان في منتخبات زي جامبيا، كان في منتخب زي جزر القمر، وصلوا لمستويات بعيده جدا وقدموا مستويات قويه. السنه دي انا مش شايف ان هيحصل مفاجآت كتيره قوي، ليه؟ لان المفاجآت للمنتخبات الكبيره انا شايف ان هي هتظهر بمستوى مخالف تماما عن البطوله الماضيه، هيظهروا بشكل اقوى. يعني منتخب المغرب بعت رساله قويه جدا مثلا لكل المنتخبات الصغيره، مفيش مجال للمفاجات، احنا موجودين وجاهزين. منتخب مصر
واقف على رجله جامد مؤخرا، فما فيش مجال للمفاجآت. احنا جاهزين، منتخب كوت ديفوار عنده استقرار فني، عنده قائمة قوية جدا، ما فيش مجال للمفاجآت. مش شايف ان هيكون في حصان اسود قوي، لا هيكون اي ثورة، اي فريق هيحاول يعمل ثورة كده ويحاول ان هو يتمرد على الكبار ونحاول نعمل مستوى قوي قدامهم، مش هتحصل. مش حاسس انها تحصل قوي، لا انا حاسس ان الكبار هيخمدوا الثورات دي، هيحاولوا ان هم يخلوا منافسه بينهم، هيمنعوا ان اي منتخب صغير ممكن يفاجئهم. حتى يعني المنتخبات اللي هي ممكن نقول عليها كلاس بي زي مالي مثلا، زي بوركينا فاسو، نفس القصه برضو، مش هيظهروا بالمستويات اللي هي متوقعينها. ممكن مالي شويه، بوركينا فاسو لا يعني. فانا لا مش شايف ان هيبقى في حصان اسود قوي، لا انا لا مش شايف ان هيبقى. طب لو اتكلمنا على المربع الذهبي، يعني شايف مين بقى اللي ممكن يكونوا من الفرق في المربع الذهبي؟ يعني ممكن طبعا ان شاء الله منتخبنا، احنا اول ناس نكون موجودين باذن الله وعندنا القدره نوصل للمربع الذهبي. طبعا منتخب المغرب رابع المونديال لازم يكون موجود، كوت ديفوار بقائمته الممتازه، زي ما اتكلمنا على المنافسين فعلا، الزمالك كوت ديفوار والمغرب طبعا من اهم اثنين في المنتخبات كلها. بالظبط، هم اقوى اثنين. المغرب طبعا رابع المونديال، كوت ديفوار مستضيف. طبعا انا برشح السنغال كمان هتكون موجوده، احنا مش عايزين برضو ننسى تونس والجزائر والكاميرون بعيد عن الصوره، بس انا شايف ان الاربعه دول هم اقرب اربعه. مظبوط. طب ومين بقى من وجهه نظرك المنتخبين اللي هيكونوا في النهائي؟ غالبا احنا والمغرب. دي انا دي احنا والمغرب، يعني احنا والمغرب او احنا وكوت ديفوار. يعني احنا كده كده موجودين. لا ان شاء الله موجودين، احنا ضيف دائم ونقدر نوصل، واحنا في البطولات المجمعه منتخب مختلف عن التصفيات، انا دي دايما بشوفها. احنا دايما لما بنتجمع مع بعض في بطوله بنقدر نظهر بمستوى مختلف تماما، الروح اللي بتبقى بينا مختلفه، وجود لاعبين كباتن كبار في الفرقه بتخلي لا يعني بيبقى فيه مناخ كامل من التركيز، بيبقى فيه قوه ذهنيه عاليه جدا، وبيبقى عندنا برضو عقليه الانتصاريه موجوده عندنا. احنا عايزين نكسب، عايزين نوصل، والمباراه دي عايزين نقول ان البطوله ناقصه ناس كتير، يعني في اكتر من لاعب عايز يحقق امم افريقيا، ده اثبات قوي جدا ان الجيل ده يقدر يحقق حاجه. طبعا كسبنا امم افريقيا هتبقى تفرق معانا جدا في شخصيتنا. اكيد. طب لو انت حابب من هنا توجه رساله للعيبه قبل طبعا البطوله، وقد ايه هي اكيد هتكون بطوله مش سهله، مش هنقدر نقول ان هي هتكون سهله، محتاجه روح عاليه جدا ومحتاجه حماس وقوه في اللعب، هتبقى ايه الرساله اللي ممكن ان انت توصلها للعيبه من عندنا هنا؟ الرسالة اللي احنا ممكن نوصلها للعيبة نقول لهم احنا مش عايزين خوف، اللي هيخاف ما يلعبش، دي بطولة أمم أفريقيا، ده منتخب مصر. أبسط شيء إن أنت لابس التيشيرت ده تعرف إن ده تيشيرت فريق بطل، لازم تظهر بكل مستواك، لازم تركز 100%، ما يبقاش في أي حاجة في دماغك غير إن أنت عايز تنزل تكسب، عايز تنزل تحقق البطولة، تستمع لقرارات المدرب، تثق فيها 100%، ده مدربك، هو قبطان المركب زي ما بنقول. لازم ما نكون على قلب رجل واحد، لازم كلنا نكون مقاوين اوضه اللبس، كلنا يبقى لينا صوت في اوضه اللبس، نقول ننشر فكره ان احنا هنكسب، ننشر فكره ان احنا مش خايفين من اي منافس. في منتخبات سكواداتها قويه جدا، لكن احنا كمجموعه اقوياء جدا ونقدر نظهر بالمستوى اللي احنا عايزين نظهره او اللي بنامل نظهره، نقدر نعمل ده. فعايزين نثق في نفسنا ونثق في قدرتنا، نثق في امكانياتنا، نثق في اننا لعيبه مش قليله، ولا واحد من اللي موجودين في القائمه لاعب قليل يقدر يطلع مستويات فوق ما يتوقع، يقدر يقهر اي لاعب من اللاعبين المنافسين حتى لو كان اسمه ايه او بيلعب في نادي ايه، تقدر تقدم مستويات عاليه جدا. فانا اتمنى لعيبه المنتخب يكونوا حاطين الافكار دي في دماغهم، كلهم مش لعيبه صغيره، كلهم خبرات كبيره، وان شاء الله يقدروا يقدموا مستويات كويسه ونقدر نوصل لادوار بعيده ان شاء الله، ممكن نحقق البطوله باذن الله كمان ان شاء الله. اكيد كل التوفيق ليهم. طب سريعا بقى عايزه منك رساله للجمهور، زي ما كنا بنقول في بدايه الحلقه، يعني مش بالحماس اللي احنا متعودين نشوف جمهور مصر عليه، واكيد دورهم بيفرق بشكل كبير جدا مع اللعيبه، لو هتقول لهم رساله هتكون ايه؟ يعني الاختيارات مش دايما بتكون في صالحنا، او مش بمعنى اخر يعني مش دايما بيكون اللي احنا عايزينه، بنبقى عايزين مجموعه معينه، عايزين افراد معينين يكونوا في المنتخب، لكن في النهايه هي دي قائمتنا، هي دي المجموعه اللي هنلعب بيها، هو ده الجيش بتاعنا زي ما بنقول كده، ده اللي نازلين بيه ماتشاتنا ان شاء الله، ده اللي رايحين نكسب بيه البطوله باذن الله. فطبعا ما فيش قدامنا غير الدعم ثم الدعم ثم الدعم والتشجيع، احنا عايزين نكسب بطوله امم افريقيا، احنا محتاجين نفرح، محتاجين نرفع البطوله دي، غايبه عننا بقالها 13 سنه، ده رقم يعني مش معتاد علينا، فعايزين نرجع للبطوله باذن الله. فاحنا محتاجين الفرحه دي يعني من قلبنا، فياريت ندعم، ياريت خلاص انتهى وقت الاراء السلبيه، انتهى
انتهى وقت الانتقادات، انتهى وقت الهجوم، دلوقتي وقت الدعم فقط لا غير. فاتمنى دي تكون العقليه برضو عند الجمهور ان شاء الله، وانا واثق في جمهورنا يعني ان شاء الله. ان شاء الله، واكيد بنتمنى لهم يعني كل التوفيق، واكيد من هنا بنقول للجمهور ان هو لازم يبقى بيدعمهم ووقف ظهرهم في الوقت ده، لانه بالتاكيد يعني بطوله زي دي هتفرح كل جماهير منتخبنا الوطني طبعا، واكيد بالتوفيق ليهم. وبشكرك، انت نورتني جدا النهارده في نهارك، بشكرك جدا. شكرا. شكرا. بشكرك جدا.